نرحب بحضراتكم في الفقرة الأولى الحوارية، وخلينا نتكلم عن استعدادات مصر حاليا لاستضافة بطولة إفريقيا للمواي تاي اللي هتكون خلال فبراير الشهر الجاري. وعندنا كلام كتير أكيد عن البطولة وعن منتخب مصر وحظ اتحاد المواي تاي تحديدا في بطولة العالم، مع كابتن محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي ورئيس الاتحاد الإفريقي للفنون القتالية المختلطة الأمامية. صباح الهنا. صباح الورد أستاذة نهاوان، سعيد بوجودي معاكم وأنا على قناة كمان. الأهلي. لا احنا سعداء بيك، وده مكانك حضرتك، دي مش اول مرة تنورنا. ويمكن الاتحاد كمان حديث العهد، تأسس 2020 لكن واول شغل ليه كان 2021، لكن في فترة صغيرة قدرتوا تحققوا نجاحات يعني مقبولة جدا وجيدة جدا. خلينا نبدأ من النقطة دي يا فندم، بعد كده نتكلم في تفاصيل. يعني هو من حسن حظنا يعني الاتحاد الحمد لله اشهر بقرار 159 لسنة 2020 بإشهار الاتحاد المصري للمواي تاي، قرار وزارة الشباب والرياضة برئاسة معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي. كان من القرارات الصائبة اللي ودت رياضة الفنون القتالية المختلطة ورياضة المواي تاي في حتة تانية. الاتحاد رياضة المواي تاي في خدت الاعتراف الأولمبي في الدورة اللي فاتت إنها أدرجت. أبناء المواي تاي وأبناء اللعبة وقاعدة اللعبة قدروا يثبتوا في السنين الماضية دي إن هم قدروا المسؤولية، وقدروا إن هم يتوجوا على أعلى المنصات العالمية، منصات بطولة العالم، منصات البطولات العربية، بطولات الإفريقية. كانت مصر موجودة بقوة. كلام محترم جدا. طيب ده بالنسبة للاتحاد، بالنسبة بقى يعني كابتن محمد نفسه، خلينا نعرف عن حضرتك أكتر. يعني كنت رياضي سابق، برضو أنك تبقى أول رئيس اتحاد، يعني دي أول خلينا نقول أول لجنة تشكل، أول بالزبط. اتحاد يعني. فكلمنا أكتر، وإزاي لما تم تعيين حضرتك أو اختيارك، برضو المسؤولية أكيد كبيرة. الحمد لله. يعني هو أنا محمد إبراهيم، جيت من خلفية رياضية، جيت ممارس لألعاب الدفاع عن النفس، تعلمت فنون رياضة المواي تاي كتدريب وتحكيم وتنظيم في هولندا على يد خبراء في اللعبة. تدرجت في المستوى الرياضة كحكم دولي قبل تأسيس الاتحاد المصري، وحكم احترافي. هي كنت لاعب وبعد كده حكم. انتقلت درجة. كانت رياضة المواي تاي موجودة في مصر، تشرفت بتأسيسها من قبل تأسيس الاتحاد، والعمل معها على إشهارها وتقديم الملف للجنة الأولمبية ومن بعدها وزارة الشباب والرياضة في الخطوات الرسمية الواجبة عشان إشهار الاتحادات. وقدرنا الحمد لله إن احنا نحصل على الإشهار سنة 2020. حلو جدا. طيب ده الاشهار، ازاي بقى انتشرته الانتشار؟ يعني فعلا زي ما حضرتك قلت هي لعبه جديده، لكن انتشرت بسرعه زي البادل مثلا. البادل في مصر برضو انتشر بسرعه، رغم ان هي حاجه في ثقافتنا مش قديمه. يعني ازاي انتشرته؟ في تنسيق مع جامعات، مع المدارس، يعني الاقبال كمان من قبل الولاد او البنات اكتر؟ خلينا نعرف. هو خدمنا يا فندم ان احنا اصلا كنا جايين من خلفيات قتاليه من العاب دفاع عن النفس، فقدرنا ننتشر ما بين الزملاء اللي كانوا بيمارسوا معانا الرياضه دي قبل ما يكون اتحاد. ان احنا كان بالفعل كان في انشطه موجوده قبل ما الاتحاد كان موجود. نظمنا العديد من المهرجانات، نظمنا العديد من البطولات، حتى نظمنا بطولات دوليه قبل ما يكون الاتحاد موجود. ان شرط من شروط الاتحاد الدولي انك انت تحصل على عضويه الاتحاد الدولي انك تكون شاركت وانك تكون عندك انشطه. فكل المراحل دي احنا قمنا بيها في مرحله التاسيس. فانتقلنا، نظمنا في شرم الشيخ، نظمنا في الغردقه، نظمنا في اسماعيليه، نظمنا في اسكندريه، لفينا جامد عشان نشرتها. كمان اجراءات التاسيس انك تقنع وزاره الشباب والرياضه ان هي تشهر لعبه كان ملف دسم جدا، والوزاره بالفعل وافقت على الاشهار نظرا ان الملف اللي كان موجود كان مكتمل. وإشهار اتحاد وطني ما هوش موضوع سهل، ده موضوع صعب. أكيد ده فيه بيقعدوا سنين طويلة جدا. إحنا بالفعل إحنا قعدنا 10 سنين. 10 سنين؟ 10 سنين عشان نكمل الملف. الله، ليه؟ إيه اللي كان فاضل في الملف 10 سنين؟ هو يا فندم الملف رقم غير وزارة الشباب والرياضة لازم تتأكد إن الاتحاد المقدم ده عنده كل الشرعيات الدولية. يعني اللعبة دي يكون عندها شرعات كل الاعترافات الدولية، عضو في اللجنة الأولمبية الدولية. 10 سنين بيتأكدوا؟ لا هو مش التقصير، ما كانش اكتمال الورق ذات نفسه. وانك انت تحصل على يعني عشان تحصل على الموافقات لازم تكون مسدد الاشتراكات للاتحاد الدولي، واقنعت الاتحاد الدولي انك فعلا هتشهر الاتحاد
وقمت بالمشاركه بلاعبين في بطولاتهم. فاحنا خد مننا الموضوع قدمنا كتير قوي برضو 10 سنين، مش هقول 10 شهور، ماشي 10 سنين احنا يعني. احنا لما قدمنا الملف خد سنه. طيب لكن احنا 9 سنين بنحضر في الملف. طب الحمد لله، المهم ان نتاسس. الحمد لله رب العالمين. طيب احنا عندنا كده كام لاعب ولاعيبه تقريبا في الاتحاد؟ حوالي 1500 لاعب ولاعيبه. 1500 حلوه جدا. كم بطوله شاركنا فيها حتى هذه اللحظه؟ احنا السنه اللي فاتت الحمد لله شاركنا في حوالي 6 بطولات. وكنا من اكثر الاتحادات اللي سافرت وشاركت. ومن ال6 بطولات اللي احرز الذهبيه، بس انا عارفه ان السيدات اكثر. احنا عندنا نتائج مشرفه، اولادنا وبناتنا قدروا ان هم يتوجوا على اعلى المنصات العالميه، وعندنا ذهبيات عالم برغم ان احنا اتحاد حديث العهد، وده كله بفضل فريق العمل اللي شغال والجهاز الفني اللي قدر ان هو يعد اللاعبين هذا الاعداد الجيد اللي قدرنا الحمد لله نحصد ذهبيات لمصر في العديد من البطولات. عن طريق البنات برضه، ما انت ليه مش عايز تقولها يا كابتن؟ بناتي مفخره والله. بناتك وبنات بناتي مصر بنات طبعا. بناتي الاتحاد. طبعا طبعا وبنات مصر في الاول وفي الاخر يعني. هم اللي خلونا نحصد او خلوا مصر تحصد الذهبيات في المواي تاي تحديدا، فمتالقات، وده بجد ندل على شيء، على نجاح الملف الرياضي النسائي في مصر والدعم اللي فعلا حصلوا عليه مؤخرا، فده شيء يسعدني انا شخصيا. حابب الفت نظر سيادتك والمشاهدين ان البطلات كلهم من محافظات مختلفه. يعني قدرنا نوصل للكفور والنجوع ونطلع بأبطالنا. يعني يمكن عندي بطلات عالم من دمياط، عندي بطلتين عالم من دمياط، عندي بطلتين عالم من البحيرة، عندي بطلة عالم من اسكندرية. قدرنا الحمد لله ان احنا نبحث عن البطل ونجدوا خلال الفترة الوجيزة الصغيرة. ازاي عملية البحث يا كابتن محمد برضو لو نقولها للناس؟ يعني هل في زي كشافين كانوا بيروحوا، ولا من خلال مشاركات المدارس او جامعات ده حصل؟ عايز اقول لحضرتك يعني يمكن الحب العمل والاخلاص فيه مخلي كل واحد بياخد حقه. يعني النهارده من خلال خبرتي المتواضعه في المجال الرياضي على مستوى اكتر من 40 سنه قدرت ان هي مثلا تخليني مع زملائي نقدر نحدد مين اللي يستحق الفرصه المتواجده. يعني لو رئيس اتحاد جاي من خلفيه نفس الرياضه بتختلف عن رئيس اتحاد طبعا طبعا بيتكلف بالمنصب ويتكلف بالكرسي ومهامه كرئيس اتحاد، لكن لما بيكون جاي من نفس الخلفيه الرياضيه فاهم الامور الداخليه وحاسس يعني باللعيبه. نتشرف ان احنا نقعد نحضر تصفيات المنتخب الوطني، ونتشرف ان احنا ننتقي اللاعبين، ونتشرف ان احنا نكون متواجدين وفي خدمتهم دايما. كلام جميل. طيب نروح بقى للشق برضه، هنروح للبطولات وده مهم جدا، فما هو ما هو قادم. بس قبل ما نلف او عفوا قبل ما نسيب نقطه او ملف الاتحاد، اي اتحاد في العالم وتحديدا لو هتكلم في مصر بيبقى عنده بعض الازمات الماديه، منهم اللي بيقدر يتخطاها وبيفكر زي ما بيتقال دايما الصندوق، اللي هو انا مش عارفه ايه الصندوق ده، بس عامه يعني بره الصندوق. وفي ناس بتبقى دايما عندها ازمه ماديه ومستمره. الاتحاد المواي تاي احنا نقدر نقول اولا هل الرياضه دي مكلفه ولا لا؟ رقم اتنين هل المعسكرات والبطولات بيتم تغطيتها من قبل الاتحاد، ومصادر الاتحاد ايه برضو يا فندم؟ طبعا احنا مصدرنا الوحيد هو الانشطه ودعم وزاره الشباب والرياضه، فطبعا لا يتناسب مع حجم الانفاق والمتطلبات. طبعا حته المعسكر مغلق ده تكاليف تانية كمان يعني. لكن انا برجع تاني وبقول ان احنا الحمد لله في كل عندنا حلول دايما بنقدر ان احنا نتخطى بيها هذه المشاكل. يعني انا كمان ما برميش برضو عن الوزاره ان هي تغطي تكاليفي بالكامل، انها مش هتقدر تغطي كل تكاليف الاتحادات كلها. فاللي عايز يشتغل بينجح، واللي عايز بيدور على النجاح بيتصرف. احنا من الناس اللي بتتصرف الحمد لله وبننجح وبنجيب ميداليات. انا يمكن عندي بكره ان شاء الله المعسكر المنتخب المواي تاي هيخش معسكر مغلق. فين؟ هيخش في دار المشاة للقوات المسلحه. لمده هيخش لغايه يوم 23. هي البطولة من 20 ل 24، هيخش من بكرة لغاية انتهاء البطولة هيكون متواجد كمعسكر مغلق وتدريب مع الجهاز الفني داخل دار المشاة للقوات المسلحة. في بعد ما نخلص من دون المعسكر الفنون القتالية المختلطة هتخش استعدادا لدورة الألعاب الإفريقية أكرة، هيخشوا برضه لغاية يوم
8 مارس والسفر يوم 9 مارس ان شاء الله. كلام جميل جدا. طيب انا دلوقتي لو حاجه اتكلم عن انا قلنا 1500 لاعب ولاعبه. طيب دول من باك جراوند اكيد مختلف، من اماكن مختلفه، من اعمار مختلفه، ومن انواع مختلفه، رجال وسيدات على سبيل الرجال والسيدات. التنسيق بقى في الداخل، يعني خلينا نتكلم اولا على الجهاز الفني. الجهاز الفني بيتكون من كل المتطلبات او من المراكز المهمه، زي مثلا اخصائي نفسي، تغذيه، لان بند التغذيه ده لوحده في غايه الاهميه بالمناسبه لاي بطل، خصوصا انت لما تتكلم انا عايز يبقى عندي طموح مش بس ابقى بطولات عالميه ومستوى كده، لا انا عايز اوصل للاولمبياد مثلا. تمام. فالموضوع بيتطلب اعداد وبيتطلب جهاز فني قوي. تمام، بالفعل احنا عندنا جهاز فني قوي، ان يعني فرصه اشكرهم على المجهود اللي قايمين بيه. جهاز فني بيعمل جميعا متطوعا لخدمه الدوله وخدمه الرياضه المصريه وخدمه لاعبين المواي تاي. حابب اشكرهم. طبعا الجهاز الفني موجود على اعلى مستوى، متطلع دايما، متطلع للبرامج التدريبيه الحديثه والبرامج التغذيه، مع اشراف من دكاتره التربيه الرياضيه على كل البرامج الموجوده معاهم. كل ده بيتم في صمت تام وعمل داخلي، ومتطوعين، كله تطوعي دون اي تطوعي، كله تطوعي. طب ما هو برضو ده غريب، يعني اتحاد بحجم هقول يعني لا حجم يعني ما هوش قليل، لان انت بتشارك في بطولات عالميه، فهنقول لا اتحاد ده المفروض ان هو رسمي وقوي وبيشارك بشكل رسمي، ازاي يبقى الجهاز الفني بتاعه متطوعين؟ والله هي دي الامكانيات المتاحه. والله ده احنا واحنا ده احنا وظروفنا، بس احنا قادرين ننجح وقادرين في تحت اي ظروف. بس ده مش الطبيعي يعني، صح؟ يعني الطبيعي انا يعني الطبيعي احنا شغالين. اصل المتطوع ده يجي يقول لك انا مش فاضي، يعني يبقى انت عندك بطوله دوليه. هدور على متطوع تاني. طيب اذا كان كده اوكي. لا والله يا استاذ محمد، من الرؤساء يعني الحوار بيبقى ممتع، بس بحس بيك او بحس من حضرتك عندك نقطه تفاؤل دايما. انا فاكره اللقاء بتاعنا الاخير برضو كان وقتها كمان لسه ما فيش الامكانيات الموجوده دلوقتي، يعني انتوا كنتوا لسه بتبداوا، وقلت لي اصبروا وهتشوفوا وبتاع، ودايما المقياس بيكون بعدد البطولات اللي بتشاركوا فيها وعدد النجاحات اللي بتحصلوا عليها. ف يعني هو الشغل الدليل على الشغل الميداليات، بالظبط، في بطل وفي بطوله وفي ميداليات وفي تحيه. يعني احنا بنستضيف البطوله، بطوله افريقيه على ارض مصر من 20 ل 24، بطوله افريقيا على ارض مصر. هنشتغل، هنقدر نحصل على كراسي دوليه، هنقدر نحصل على مراكز متقدمه. الفلوس ذات نفسها او الامكانيات الماليه مش هتبقى عائق لينا، هنقدر نتخطاها ان شاء الله. ان شاء الله. طيب عايز اروح شويه للشق اللي هو الانساني. هل احنا عندنا من اللعيبه دول مثلا بعض الابطال اللي امكانياتهم الماديه لا تسمح، بيتم مساندتهم معنويا او ماديا ازاي؟ انا بنتم مساندتهم معنويا، يعني بنقدر نشجعهم، نقدر كده، لكن ماديا ما بنقدرش. نظرا احنا حجم الاتحاد بيتم دعمه من وزاره الشباب والرياضه بالشق المسموح في الشكل يعني المالي للاتحاد. احنا بناخد دعم 100,000 جنيه في السنه، او 102 بالظبط، 1000 جنيه في السنه للاتحاد. وكل ما بيبقى عندنا بطولات بناخد دعم للصرف على البطوله، بنقدر نكيف نفسنا على قد الدعم الموجود ده. يعني التيكت والسفر والحاجات دي الوزاره بتتحمله. وزاره الشباب والرياضه على الاقل يعني بتقدر تتحمله وزاره الشباب والرياضه، لكن في ظل الترشيد الموجود انك انت ما تقدرش تشارك ببعثات كبيره، فاذا بيبقى عليك انت العاتق كاتحاد انتقاء افضل العناصر اللي تقدر تشارك وتحقق الميداليات المطلوبه. كويس. لكن ما تقدرش انك انت تشارك مثلا بالمنتخب كامل. بال 12 وزن، لا ما تقدرش، تقدر تشارك باربعه بخمسه بس يكون مركزه وعناصر قويه قادره تشارك، قادره تجيب ميداليات. وده مش سيء، ده يعتبر جيد. طب احنا فين دلوقتي هذه اللعبه من الاولمبياد في العموم؟ لسه هي اللعبه ما نزلتش بشكل رسمي. بشكل رسمي، لكن هي اعترف بيها. طب لو انا هتكلم، حصل زي ما السكواش دلوقتي ادرج كلعبه رسميه في الاولمبياد باذن الله، كل التوفيق طبعا لمصر في الاولمبياد مش باريس اللي بعدها، لوس انجلوس، هل ممكن المواي تاي لو في فتره ما برضو تم ادراجه نقول ان احنا ممكن ننافس بمراكز اولى او ننافس بشراسه مقارنه برضو مع دول ايه؟ يعني ايه الدول الاخرى اللي اسبق مننا او افضل شويه او متالقه في هذه الرياضه؟ احنا كمصر وكرؤيه مجلس الاداره والجهاز الفني هو الاستثمار في العناصر صغيره السن كويس على المدى الطويل، عشان نقدر نوصل بلاعب
مميز على المدى الطويل يكون لاعب متخصص في رياضه الماي تاي. كان في صور بتتعرض لابطالنا من الناشئين والبراعم الناشئين. انا شايفه اعمار مختلفه يعني. براعم الناشئين يعني يمكن بطولات مختلفه ما بين الفنون القتاليه المختلطه والماي تاي. بنتنا ذهبيه عالم ما شاء الله، كسبانه روسيا وكسبانه كازاخستان وكسبانه دول قويه يعني. متواجدين عناصر مش ولا حضرتك برضو ولا ايه؟ لا ده عضو مجلس اداره يعني زي ما حضرتك شايف، احنا بنحب ندي فرصه للمجلس الاداره كله انه يكون متواجد وياخد خبرات دوليه. دول ابنائنا في بطوله افريقيا اللي فاتت كانت برضو بتحتضنها مصر. مصر قايمه بدور رياضي في القاره الافريقيه. احنا عندنا هو حضرتك كنت بجيب لنا البطولات يعني البطوله الافريقيه للخبار، احنا دي فزنا فيها بايه يا فندم؟ 21 ميداليه. واو 21. طب انا هسالك بقى وتقول لي، بطوله العالم ناشئين وناشئات اللي كانت اغسطس 2022 كوالالمبور، كوالالمبور كنا جايبين 7 ميداليات ما بينهم ذهبيه واحده. كان على صعيد البنات ولا الولاد؟ لا دي كان ولد لاول ولد. مره. البطوله العربيه للكبار ماي تاي كانت في الامارات. الامارات دي كانت بطوله ابو ظبي. جبنا فيها دي برضه ميداليات مختلفة. ودي بيتهيألي كان دي كتير، دي 3 دهب و2 فضة و2 برونز. 2 دهب دي بطولة العالم. لا مكتوب البطولة العربية للكبار ماي تاي. بطولة العالم للماي تاي دي جبنا البطولة العربية الثانية بقى قصدي حضرتك دي كانت في طرابلس. دي كانت بطولة العالم. بنتنا نبيلة جابت ذهبية وزن فوق 75، وبنتنا مي خالد جابت ذهبية وزن 71 كيلو. لا بجد يعني انا عندي كشف حساب اهو. لا بس بجد كشف حساب محترم دسم. بجد لا 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 محترم فعلا، بطولات مختلفه على الاصعيد العربيه والعالميه. فريق عمل جهد وتعب اولياء امور. حابب اشكر الناس كلها اللي قدرت تقف هذه الوقفه مع اتحاد الماي تاي، اللي قدر يثبت للجميع ان هو قدر المسؤوليه وقدر ان هو يكتشف ابطال ومواهب مغموره في المحافظات والكفور والنجوع ويطلع بيها للعالميه. طيب احنا قبل ما نختم عشان الوقت بيجري برضو كابتن محمد، عايزه اعرف تجهيزكم للفتره القادمه على صعيد هنا سواء البطولات القاريه سواء البطولات المحليه، خلينا نعرف منك. احنا الحمد لله جاهزين للمشاركات في كل البطولات سواء المحليه القاريه الدوليه العالميه. احنا متواجدين وجاهزين، متواجدين في كل مجالس ادارات الاتحادات المحليه والعربيه والقارية والدولية، متواجدين بكراسي مجلس إدارة موجودين معاهم. فخورين بإنجازات مصر وبأبنائنا، ونقدر إن شاء الله بإذن الله نقول إن 2024 راح يكون بإذن الله عام مميز بإذن الله للرياضيين المصريين في رياضات الماي تاي والفنون القتالية المختلطة. لاعبينا جاهزين، إحنا داخلين معسكرات مغلقة بنعد على أعلى مستوى. دي إمكانياتنا الموجودة معانا، إحنا معترفين بيها وعارفين إن دي اقصى حاجه نقدر نقدمها ولسه نشتغل نشتغل هتبقى افضل في الفتره اللي جايه يعني. يمكن احنا ساعدنا بوجود راعي في بس ما نقولش اسمه بقى، ده هيبقى راعي معانا يعني في راعي دلوقتي سبونسر هو عمل سبونسر للمنتخب، عمل سبونسر للمنتخب للمعسكر المغلق. عمل سبونسر ده شركة وطنية؟ شركة وطنية مصرية. طب والله كل الاحترام. ينفع نشكرها؟ والله انا مش عارفة ساعتها ممكن انا يشكروني بلاش احسن. طب نقول اسمه طيب؟ يعني خلاص يعني ده قول في قطاع ايه مش بس من غير الاسم، قطاع بنوك مثلا ولا قطاع تأمين ولا قطاع قطاع رياضي. قطاع رياضي شركة أوكي. خدمات رياضية. تمام. صاحبها مصري محب للرياضة خدوم يعمل في صمت. مش حابب هو ذات نفسه يعني عن اسمه. كل ما يكون في ازمه حقيقيه يكون هو يد العون ويد السند اللي بتقوم بانتشالنا يعني انتشال الاتحاد. عندنا نماذج وطنيه زي دي كتير يعني. فحابب ان اشكره واشكر كل مصري محب لبلده وحابب للرياضه ومساعد ليها. اشكرك جدا انا كمان كابتن محمد نورتنا، وعايز اقول لك بجد يعني في سنوات قليله من وقت تاسيس الاتحاد حتى هذه اللحظه بنتكلم في 1500 لاعب ولاعيبه في 6 بطولات، لا اعتقد ده امر محترم جدا، فمزيد من التوفيق ان شاء الله. سعيد بوجودي معاك واتمنى اكون ضيف خفيف عليكم وان شاء الله باذن الله للحديث بقيه ان شاء الله. هنروح فاصل مع حضراتكم ونستقبل كابتن شريف عبد المنعم النجم الاهلي السابق، والحديث اكيد هيكون مطول عن الكره المصريه وتحديدا كابتن حسام حسن ومنتخب مصر. خليكم معانا.